الحقيقة وراء روكي. صباح الفل على عمي وعم الانتاج السينمائي في مصر تهامي باشا. عايز ايه يا وديع؟ الواد حبروش يا باشا كاتب سيناريو جبار، رحله كفاح جوه حلبه الملاكمه، واسم الفيلم روكي. روكي؟ انت عارف روكي ده يبقى مين؟ يا حسام تعالى انت وروكي. ايوه باشا. خلاص يا حسام كمل يا وديع. طيب بس صبرك عليا هفرجك على المشهد اللي هيخلي الرجالة تعيط. ثانية واحدة. خش يا ابني. ايه يا ابني الرمة اللي انت جايبهم دول؟ اشتغلوا. يلا روكي يلا روكي يلا روكي. بقالهم 15 جولة يا باشا بيدغدغوا بعض، ودي اخر جولة. هو ايه اللي حصل؟ ماتش خلص. ماتش ايه اللي خلص؟ امال فين القضيه؟ ما هو مفيش قضيه. وازاي البطل بيكسب من غير قضيه؟ ما هو البطل مش هيكسب. وازاي البطل بيخسر؟ طب بس بص يا وديع، الخلاصه انك جاي تبيع لي فيلم عن كلب بيخسر ومن غير قضيه. طب ليه يا ابني نخسر لما في ايدينا نكسب؟ طول عمرك موقوف. خد صور ده استاذ. بس قلت لك الفيلم لازم بقى. في السنه اللي رمينا فيها الروكي انتجنا فيفا زلاتا. فيفا زلاتا اتعرض فيه 3 سينمات، حقق 70,000 جنيه ايرادات. فيفا زلاتا على ميلودي افلام، افلام عربي ام الاجنبي.